بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب كلية العلوم قسم الأحياء. النهاردة نتكلم في البتروميزون، على آخر أجزاء في البتروميزون، الجهاز العصبي والجهاز الجاري التناسلي وعملية التحور في البتروميزون. الجهاز العصبي النيرفس سيستم، زي ما أنت عارف، جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. الجهاز العصبي المركزي عبارة عن المخ والحبل الشوكي. المخ يتكون المخ من ثلاثة أجزاء: المخ الأمامي، أي مخ كده طبعا، مخ أمامي ومخ متوسط ومخ خلفي الفور برين، والمخ المتوسط الميد برين، والمخ الخلفي اللي هو الهايند برين. المخ الأمامي اللي هو الفور برين، وده يتكون من سرير المخ اللي هو الانسيفالون، يمتد للأمام مكونا نصفي الكرة المخية اللي هو السريبرال هيمسفير. كل نصف كرة مخي يتكون من فص شمي صغير الفاكتوري لوب وبصلة شمية كبيرة اللي هي الفاكتوري اولفاكتوري بالب. على سطح الظاهري طبعا منطقة سرير المخ يوجد عقدتان عصبيتان نيورال جنجليا يمنى ويسرى. يتصل العين الصنوبرية اليسرى بعين صنوبرية أو بساق صنوبرية، بيسموها عن طريق ساق صنوبرية يعني. بقى أنت عندك هنا الباينال أي فيها إيه الباينال ستوك أو اللي هي الإيه العين الساق يعني أو العنق. على سطح البطن بقى السرير المخ هتلاقي، يبقى إحنا دايما على طول عن الحالة الظهرية لأي مخ هتلاقي فيه دايما الباينال جلاند أو العين الصنوبرية، بيسموها الباينال جلاند، الغدة اللي هي الصنوبرية أو الإيه بيقولوا عليها مجازا هنا عين صنوبرية، لأنها إيه طبعا بتبقى إيه بالشكل ده. ده الساق إيه وده الجزء اللي هو إيه الغدة الصنوبرية والعين الصنوبرية. وبرضو على أي برضو مخ هتلاقي عن الناحية البطنية لسر المخ اللي هو ده انسفالون، ده هتلاقي فيه الغدد إيه أو الغدة النخامية أو البيتيتري جلاند. يبقى من الناحية البطنية في البيتيتري جلاند، عن الناحية الظهرية هتلاقي فيه الإيه الغدة الصنوبرية. طيب يبقى ده ظهري وده بطن، يبقى ده البطن اهو وده ايه اللي هو الايه ده الظهري وده البطن. الظهري يبقى فيه العين الصنوبرية او اللي هي العقدة الصبية وفيها العين الصنوبرية او الباينال جلاند، والناحية البطنية هتلاقي فيه الغدة النخامية او البيتيتري جلاند، متصلة طبعا بالقمع الايه المخي اللي هو الانفانديبولم اللي هو بعد كده يطلع مرتبط بالجزء العصبي. المخ المتوسط يتكون من ايه فصين بصريين. يبقى خلاص اي برضه مخ متوسط هتلاقيه دايما وابدا عباره عن فصين بصريين اوبتيك لوبس. طبعا دول ايه غير منفصلين، ودي ايه برضه حاجه لسه ايه بدائيه، بعد كده هتقف بعد كده ان هو ينفصلوا فيه الكائنات الايه الاخرى زي الدوك فيش مثلا والحيوانات اللي بعد كده. على السطح الظهري للفص البصري ده هتلاقي في شبكة من الأوعية الدموية تعرف بالضفيرة الايه المشيمية، موجودة في منطقة المخ الايه المتوسط اللي هو ميدل كورويد بلوكسز اللي هي الايه الضفيرة المشيمية. المخ الخلفي برضو على طول دايما بيتكون منين، اللي هو الهايند برين، هيبقى فيه المخيخ اللي هو السيربيلوم، وده صغير هنا في الحيوان ده، وبعد كده ينتهي بالنخاع المستطيل او المدلة اوبلونجات. يبقى المخ الامامي يبقى فيه سرير المخ والفص الشموي ونصف الكرة المخية والكلام ده. المخ المتوسط هتلاقي فيه ايه، هتلاقي فيه الفص البصري اللي هو الاوبتيك لوبس. بعد كده المخ الخلفي يبقى فيه عبارة عن ايه حاجتين، والنخاع اللي هو المخيخ السربيلوم والنخاع المستطيل اللي هو المدلة اوبلونجات. يوجد على النخاع المستطيل تجويف البطين الرابع اللي هو برضه مغطى بغشاء دموي يعرف بالضفيرة المشيمية الخلفية. الضفيرة المشيمية الأمامية كانت فين؟ في المخ المتوسط. الضفيرة المشيمية الخلفية اللي هي البستيرور كرويد لوكسز هتلاقيها في المخ الخلفي. يمتد النخاع المستطيل إلى الإيه؟ إلى الخلف، ويخرج بقى من منطقة المخ ويبقى إيه عبارة عن الحبل الشوكي. ده المخ في البتروميزون هتلاقيه عبارة عن مخ أمامي ومخ متوسط ومخ خلفي. المخ الأمامي دايما هيبقى فيه سرير المخ، والسرير المخ ده هتلاقي فيه على الناحية
البطنية هتلاقي فيه العقدتين العصبيتين، وهتلاقي فيه أنحاء ظهرية هتلاقي فيه العقدة العصبية، وهتلاقي فيها الساق ومتصلة بالإيه الباينال جلاند اللي هي الإيه الغدة الصنوبرية الباينال جلاند، ودي دايما بتبقى موجودة على الناحية الظهرية. قلنا من الناحية البطنية يبقى في موجود إيه؟ هيبقى في الغدة النخامية. طيب من الأمام شوية هتلاقي فيه الفص البصري الصغير ده، وبعد كده البصيلة الشريانية اللي هي الجزء الإيه الأكبر متعرج بالشكل ده. الاتنين دول مع بعض البصيلة الشريانية والبصرة الشريانية والفاكتوري أو الفص البصري الاتنين اسمهم إيه؟ سيريبرال هيمسفير. يبقى أنا عندي سرير المخ والسيريبرال هيمسفير ده المخ الأمامي. المخ المتوسط دايما هتلاقي فيه اللي هو الاوبتيك لوبس اللي هي الفص البصري، وقلت ده غير مشقوق او يعني في بعضه بعد كده الحملات التانية هتقوم ايه عبارة عن فصين بصريين، لكن دول غير منقسمين يعني مش مفصولين عن بعض. هتلاقي في المنطقة الأمامية فيه اللي هو الايه الضفيرة المشيمية برضه تجوف كده تلاقي فيه غني بالشعيرات الدموية. بعد كده هتلاقي فيه المخ الخلفي، وده عبارة عن حاجتين اللي هو المخيخ السيريبيلم والنخاع المستطيل اللي هو مدلة اوبلونجات. النخاع المستطيل برضو هنا صغير وبرضو ده بيميز اللي هو انه صغير كده. بعد كده في النخاع المستطيل يبقى بيمتد طبعا في نهاية الجسم خالص بعد ما يخرج من المخ، ويبقى او بعد ما يخرج من الرأس يعني يبقى اسمه ايه سباينال كورد، يبقى اسمه سباينال كورد الحبل الايه الشوكي. ده برضو نفس الكلام بس رسمة أوضح شوية توضح لك تركيب الإيه المخ بتاع البيتامايزر فور برين ميد برين وعندي برين جاز. بعد كده خالص هو جاز بولي تناسلي يورينو جينيتال سيستم، يورينو جينيتال سيستم يتكون منين؟ الجهاز البولي الأول من كليتين تقع على الجانب الظهري من تجويف الإيه الجسم، وطبعا دايما معظم دايما الكلى دايما عن حاجة ظهرية. تحط الكليتين بغشاء بريتوني اسمه البريتونيوم أو السهرج يعني الكبير، تخرج من الكلية قناة بولية تسمى أو تستمر للخلف تسمى إيه تفتح في الجيب البولي التناسلي. يبقى القناة البولية تفتح فيه جيب اسمه جيب بولي تناسلي. ليه بولي تناسلي؟ لأن برضه بيفتح فيه الإيه أو بيستقبل الحيوانات المنوية أو البويضات. يبقى ده اليورينو جينيتال ساينس جيب يفتح في هذا الجيب في الآخر خالص طبعا في حلمة بولية تناسلية في نهاية الإيه الحيوان، وتفتح ليه الحلمة، الحلمة الصغيرة تفتح فتحة البولية التناسلية. الجنس هنا منفصل يعني كل حيوان له منسل إما يكون مبيض أو يكون خصية ليس لها قنوات. يبقى الخصية أو المبيض ده ملوش قنوات، أمال إيه؟ لما تتكون عند النضوج الجنسي تسقط البويضات أو الحيوانات المنوية في تجويف البطن نفسه بتاع الحيوان، وتخرج إلى الخارج عن طريق الإيه؟ الجيب البولي التناسلي من خلال ثقبين موجودين. يبقى ده الممر اهو ده القناة البولية تفتح فيه أنبوبة كده في جيب اسمه الجيب البولي التناسلي في ثقب هنا وثقب الناحية التانية، وده الحلمة البولية التناسلية تفتح بفتحة بولية تناسلية. يبقى ده جاي منين؟ جاي من الكلى. طيب ده ايه اللي هو زي الحالب او الايه اللي هو القناة البولية تفتح فيه الجيب البول التناسلي. ليه بولي؟ لان بتخزن فيه البول. وليه تناسلي؟ لان البويضات او الحيوانات المنويه تدخل كده تدخل جوه التجويف وبعدين تخرج عن طريق الحلمه ليه خارج ايه عن طريق الفتحه البوليه التناسليه. يحدث الاخصاب طالما ان في حاله منويه يبقى يحدث الاخصاب فين؟ خارج الجسم، الاخصاب خارجي. ده ادي الكلى وهنا القناه البوليه، وتنتفخ في الاخر تديك ايه الجيب البولي التناسلي. طبعا الكليه اليمين والكليه الشمال بتفتحوا مع بعض الجيب ده. بعد كده في عندك الثقب التناسلي، الثقب التناسلي اللي بيستقبل الحيوانات المنويه والبويضات من تجويف البطن اللي هنا ده. وبعد كده طبعا بالايه الحيوانات المنويه او البول بيخرج عن طريق الحلمه البوليه التناسليه بتفتح عن طريق ايه الثقب البولي التناسلي. اخر حاجه طبعا ده وضح لك الايه المبيض والكلام ده الموجود والحلمات البوليه التناسليه. التطور والميتامورفوزس بقى اخر جزء في البيترومايزون. التطور يتم التلقيح زي ما قلنا خارجي ولا داخلي؟ طبعا خارجي في المياه النهر، وتفقس البويضه الملقحه اللي هي الزيجوت يعني
بعد 3 أسابيع لتعطي يرقة اسمها يرقة إيه؟ الأموسيت، أموسيت لارفا. تبقى مدفونة هذه اليرقة في الطين لمدة 3 سنوات، وتتغذى على المواد العضوية الموجودة في الطين حتى تصل إلى مرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ بقى تلاقي لاحظ إيه؟ وجود الحواسات الصفراوية في التور اليرقي وتختفي في التور اليافع. لاحظ وجود الاندوستايل اللي كان موجود ده ويتحول إلى غدة درقية في التور اليافع. لاحظ وجود قناة كوفيريان اليسرى اللي قلنا هتختفي في التور اليافع، ما فيش غير قناة واحدة في القناة. العين كمان كانت موجودة، وطبعا هو مدفون في الطين فكان مش هيشوف بيها، فكانت بتبقى غائرة، بعد كده تبدأ تتحور وتطلع تطلع تطلع لحد ما توصل لأسفل الجلد وتحط بغشاء بجلد شفاف. ده باختصار الشكل العام ليرقة الأموسيت. هتلاقي فيه هنا الكبد وفيه حوصلة صفرية بتختفي، هتلاقي فيه اندوستايل بعد كده بيختفي يتحول لغدة درقية، وقناة كوفيريان اليسرى قلنا بتختفي، والشكل العام والعين الغائرة اللي بتبدأ تظهر لحد ما توصل تحت الايه الجلد وتتحول تبقى ايه التور الايه اليافع. يبقى ده الاندوستايل اهو اللي هو كان موجود، بعدها يبقى غدة درقية اخرى، وده بحصول الصفرية قلنا هتختفي، بعد كده يتحول يبقى التور الايه البالغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.